السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to add reservoir or point source for your watershed. شنو نقصد بها؟ نقصد بها في بعض الأحيان أو الكثير من الأحيان صراحة أنه الواترشيد الخاصة بك، منطقة دراستك المرئية اللي تضم المرئية يعني الفضائية أو الرقمية الديجيتال إليفيشن موديل الخاصة بمنطقة دراستك اللي تضم السيرفس يعني الريش اللي أنت راح تحسب السيرفس رانوف عند نقطة معينة بي. في بعض الأحيان هذا الريش، هسه إذا نلاحظ إحنا الآن مو نوضح الريش بس مجرد كلون أكثر حتى يكون واضح أمامكم. لاحظ هذا اللي باللون الأزرق هذا الريش. في بعض الأحيان هذا الريش المتواجد ما يكون ناتشرال فلو، خاصة حاليا بالآونة الأخيرة، يعني جريان فقط طبيعي عن طريق السقيط اللي يسقط يعني داخل يتجمع ويعني يصل عن طريق السيرفس رانوف. نحن نعرف احنا الدورة الهيدرولوجية لما نسقط السقيط راح يتجزأ الى اجزاء، جزء يتبخر تسميه الانسبكشن، وجزء كذا وجزء كذا، جزء يروح للجراوند ووتر، جزء يصير بانفلتريشن داخل التربة، وجزء راح يبقى يجري ضمن سطح التربة الرئيسية احنا نسميه السيرفس رانوف او يسمونه الرانوف، فحتى او الدايركت رانوف. يختلف هذا عن بعد ما نسوي فصل بي عن البيس فلو. فهسه من نجي، فبعض الاحيان هذا الريج على امتداده ما يكون الماء بي حر طليق الى ان يوصل للنقطه اللي انت تريدها المعنيه، وانما مثلا تتواجد بعض السدود على طول هذا الريج، كان يكون سد 2 3 ريزرفوار اور دام. شغله ثانيه ممكن تكون بوينت سورس. ماذا يعني بالبوينت سورس؟ البوينت سورس ممكن هذا الريج بصوره عامه هو والروافد التربتريز الخاصة به يتغذى في موسم معين عن طريق مثلا هنا لو يتواجد بئر ارتوازي، مثلا هاي منطقة صحراء غربية بها بآبار، آبار ارتوازي ارتيسيان ويل، يكون هذا البئر الارتوازي يصب بهذا النهر، فهذا شو يعتبر؟ يعتبر نقطة تغذية لهذا النهر. أو ممكن هنا في المناطق الشمالية أو المناطق يعني قريبة على البحر المتوسط تكون جبال، هذه الجبال تحتوي على قمم جبلية جليدية تذوب خلال فصول معينة بالذوبان، فهذه لما تذوب وين راح تروح المياه الخاصة بها بعد ما تجري بالأودية؟ تجري توصل إلى النهر الرئيسي، فهذا أيضا يعتبر نقطة تغذية نسميها البوينت سورس. فالمفروض من البداية من نعمل الووتر شيد ديلينيشن، من هاي الخطوة اللي هي خاصة بها اوتوماتيك ووتر شيد ديلينيشن، نعرف هذه الاثنين حسب شنو عندك انت، عندك بوينت سورس وعندك ريزرف يعني خزانات وسدود، تعرفهم. اذا عندك بوينت سورس هاي عندك هنا تختار هذا الخيار بوينت سورس انبوت، تدخل التيبل الخاص بها من هنا تختار اد البوينت سورس فور ايتش سب بيزن. انت تجي هنا مفروض مبدئيا قبل كل شيء محدد البوينت سورس وين يتواجد هنا، ايش قد اللاتيتيود واللانجيتيود مالته، تسوي على شكل تيبل وتستدعي من هنا، يعني من هنا تدخلي على شكل تيبل. طيب شلون يصير شكل التيبل هذا؟ بدها تسولفين عنه. لحظه راح اشوفكم هسه تيبل اني ما سدود تقريبا شبيه له. هسه لاحظ هنا وياي، لاحظ هنا هسه هذا اذا لاحظه بالاكسل اول الان هو بالاكسل اشتغلته بعدين حولته الى تكست. لاحظ هذا الملف هنا هالشكل، المفروض يكون ملفك الخاص بالبوينت سورس. اول شيء يتضمن الداون كود، شنو الكود؟ 1 2 3 4 نو بروبلم. خلي اعدل حتى يكون التصوير واضح هالشكل. اي نعم. فهسه عندك الداون كود، بعد هنا الدام نيم شنو اسمه؟ انت البوينت سورس شنو اسمها؟ كان تكون مثلا في نقطة التغذية، هاي نقطة التغذية منين جايت؟ مثلا من وادي كذا، وادي حوران، وادي البليخ، ممكن وادي أي وادي، أي وادي يعني هنا تذكر اسم الوادي إلى اسم ولا ما إلى اسم تسميه أنت أي بي سي، وتذكر الإحداثيات الكوردينيت مالته اللي هي اللاتيتيود واللانجيتيود. يعني انا هسه من اريد اجي اوضح البوينت سورس اللي تغذي هذا النهر هنا واقعه، المفروض انا اعرف اللاتيتيود واللانجيتيود مالتها. طيب شلون اعرف اللاتيتيود واللانجيتيود؟ علمتكم طريقه عن طريق ناسا باور،
ترجعون بمحاضرات الجي اي اس اذا عندي فد نقاط معينه موجوده اريد اعرف الكوردينيت مالتها، لان انا ما اعرفها مثلا بالواقع الفعلي، او ما اعرفها مثلا ما اقدر احصلها من مراكز الارصاد الجويه الخاصه ببلدي او غيرها. تقدر تستعين بموقع ناسا باور، تحدد النقطه اللي انت تريدها تضغط عليها، راح يعطيك اللاتيتيود واللانجيتيود مالتها عن طريق موقع ناسا باور. اتوقع هذا الشيء شارحينه مسبقا، واذا احد عنده مشكله شلون يحدد اللاتيتيود او اللانجيتيود لاي نقطه يحتاجها مباشره يقدر يراسلنا، واحنا يعني تلقائيا ندز له لينك المحاضره الخاصه بهذا الموضوع. انا سابقا سويت هاي المحاضره اللي تخص انه انا شلون احدد لاتيتيود ولانجيتيود اي نقطه، مو اليفيشن، لاتيتيود ولانجيتيود الكوردينيت تلقائيا انت تقدر تحددها وتختار النقطة. يعني هسه هنا اذا هتفتح لكم موقع ناسا باور حتى تشوفون امامكم، لاحظ الموقع مباشرة انت تقدر تتغير، تروح على الجوجل بصورة عامة، تحدد مكان خريطتك انت وين تحتاج وين تحددها، هندخل على هذا الموقع. عن هاي سابقا المحاضرة كلها شرحتها هنا، أنا ما راح اشرحها، اني مجرد نظرة سريعة حتى تعرف انت وين تروح. تلقاها ضمن البلاي ليست الخاص بالارت جي اي اس. فبعد ما نحدد هذا الخيار راح لاحظ هسه شوف انا هسه اقدر احدد اي نقطه اللاتيتيود واللانجيتيود الخاص بها. تروح على منطقه دراستك بعد ما تحددها انت بال يعني على التوبوغرافي الخاص بك، بعد ذلك تختار هاي النقطه البوينت تروح تحدد عليها. مثلا هسه لا على التعيين انا ما اريد اخذ وقت، اريد انا اليوم نقطه دراستي هنا، أنا اختار هذا الخيار اللي باللون الازرق اسمه باور سنجل بوينت، تمام هذا نختاره، هاي ظهرت لي هنا. هسه اختار هذا الخيار، دا يقول لي انتر لاتيتيود او لانجيتيود، او ضيف لي البوينت حتى اني على الماب حتى انا اطلع لك اللاتيتيود واللانجيتيود الخاص بها. تختار هذا الخيار كأن تكون انا هسه هنا هاي اعتبرها انا بوينت سورس راح تضيف لي للنهار. مجرد ما اضغط عليها لاحظ انطاني اللاتيتيود واللانجيتيود الخاص بها. فهذا يفيدك هذا الموقع مال ناسا باور داتا اكسس فيور، يفيدك تحدد اللاتيتيود واللانجيتيود لاي منطقه انت تحتاجها. فهاي نظره سريعه يعني تقدر انه انت تركز عليها. بعد ذلك بعد ما حددنا اللاتيتيود واللانجيتيود وسوينا الجدول اللي هو التكست، تقدر انت تلقائيا تستدعيه الى البرنامج او الارك سوات هنا عن طريق تيبل، تسويه على شكل تكست تستدعيه من هنايا. طيب اذا احنا نريد نضيف ريزرفوار، هسه انا منطقه دراستي ما بها بوينت سورس تمام، بس لكن بها ريزرفوار، بها خزانات او سدود مقامه على طول هذا النهر. فشنو اسوي بالحاله الاولى؟ استدعى هاي الخزانات، انا سويت ملف خاص بالخزانات، فهسه اروح استدعي للملف الخاص بالخزانات وين انا مخزنته. جدول تكست تسوي اول شيء انت بالاكسل وتضبطه، بعدين تحول الاكسل الى تكست عن طريق التحويل تكست ديميليتد. فهسه هنا موجود، هنا راح استدعيه، هذا هو عن طريق تكست او هو موجود بالسي بي سي او تكست تستدعيه هنا. سويت لكم محاضره ايضا ضمن البلاي ليست الخاص بالاركسوات شلون اسوي ديسبلاي للداتا ايا كانت الداتا، ويعني وذر ستيشن، مترولوجيكال ستيشن، جيج ستيشن خاص بالتصاريف، دام سيت، بوينت سورس، اني ثينج. تروح اول شيء تعدل الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، لان احنا هنا نشتغل على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. تقول اديت، تروح على اول خيار موجود، هاي محاضره كامله مشروحه، جيوغرافيك كوردينيت سيستم، تختار وورد، بعد ذلك تختار WGS 84 وتقول له اوكي. افتر ذات لانجيتيود لاتيتيود، تمام اوكي. هسه وضح لي اياهن هنا، اروح عليها حتى غير النقطة حتى تكون واضحة، اختار اي لون يوضحن الي. هاي لاحظ هنا هسه انا اختاريت هذا اللون. هاي عندي اربع سدود مقامة على هذه المرئية الخاصة بمنطقة دراستي، تمام. هذا كل سد انا اعرفه، هذا مثلا سد بيرجيت، هذا سد تشرين، سد الطبقة، او سد فرات، سد الفرات، الى ان اوصل للسد المعني اللي انا اريده. هذه السدود انا ضفتها حاليا، فاريد اعرفها للووتر شيد حتى عند المكانات انا راح اسهل الامر علي. فاروح على هذا الخيار اقول له اد اور ديليت ريزرفوار، اد اور ديليت ريزرفوار، هنا راح يضيف لك، لاحظ من اضغط عليها اد ريزرفوار، هسه يقول لي
left click to add reservoir, right click to stop editing and save point points. اوكي هسه لاحظ هنا راح اختار انا حتى ما انه يصير عندي مثلا لاحظ هنا عفوا هاي هنا عندي بوينت هنا عندي بوينت وهنا عندي بوينت انا احتاج ذول البوينتات الثلاثه ما احتاج هنا يعني ما احتاج اضيف فبعد ذلك اقول ستوب اديتنج اضغط هنا كليك ايمن اقول ستوب اديتنج دو يو سيف يور اديتس نعم اقول له سيف هسه يرجع لي هو على نفس الووتر شيد ديلينيشن اذا عندي نقطه انا هسه ما ارد احذفها اقول له ديليت الخيار الثاني ريموف ريزرفوار اوكي اضغط على الريموف هذا ظهر زايد اضغط عليه ستوب اديتنج هسه صار عندي ريموف للريزرفوار هسه لو نلاحظ كم ريزرفوار تولد عندي هذا الريزرفوار يقصد به الخزان فلاحظ هنا بعد ما تقول له سيف يور اديت تلقائيا تحدد هنا وتقول له سيف يور اديت تمام حددناها هسه نقدر نلغي مواقع السدود هنا يطلع لك الريزرفوار بهذا الشكل تهيئ لك هنا اشاره تصير بالجانب انه هاي الخزانات الموجوده على طول الطريق او الدامس بعد ذلك تقدر انه تستفاد من عندها من توصل الى هاي الخطوه وتريد تفعل الريزرفوار وتضيف البيانات الخاصه به راح يكون موجوده الريزرفوار لان هنا اذا ما ضفتهم راح يقول لك there is no reservoir on watershed delineation ولازم ترجع تعيد الخطوات من جديد فالافضل من البدايه من الووتر شيد ديلينيشن للاوتوماتيك ووتر شيد ديلينيشن تضيف الريزرفوار الخاص بك او البوينت سورس حسب منطقه دراستك تضيفها من هنا تمام عيني بعد ما تضيفه تنطيه اضافه راح يدفع يتقبلها تماما تقول له مينيمايز او اكزيت بسهوله فهاي اهم خطوه انه تنتبهون عليها هي اضافه المتطلبات الخاصه بالريش ممكن يكون دامز ريزرفوار بوينت سورس اور اني ثينج ان شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم مفيدة تستفادون عندها وهي اصلا جدا مفيدة خاصة احنا نتعامل حاليا مع الانهار كلها تحتوي على منشآت هيدروليكية او اضافات لاترال فلو ممكن تدخل للشانل حتى تزيد التصريف او تسحب من التصريف يسمونها انلت او اوتلت ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات اخرى دمتم بامان الله وحفظه.